إذا لم يربي الإنسان نفسه في هذا الشهر المبارك ويستفيد ويتخلق بأخلاق الإسلام لم يخرج من هذه المدرسة العظيمة. هذا الشهر مدرسة عظيمة يتعلم بها المسلم كيف يتعامل مع الله سبحانه وتعالى، كيف يتعامل مع إخوانه المسلمين. يقول صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، وإن سابه أحد فليقل إني صائم. هذه التربية، هذه التربية. يقول أيضا صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. هذه تربية، الصيام تربية. الصيام ليس المقصود منه أن تمسك عن الطعام والشراب، هناك ما هو أعظم من هذا، وهو أن تصوم الجوارح. الصيام أن يصوم سمعك، الصيام أن يصوم لسانك عن الحرام وسمعك عن الحرام ونظرك عن الحرام، هذه حقيقة الصيام. ولذلك جاء عن جابر رضي الله عنه وغيره أنه قال: لا يكون يوم صيامك ويوم فطرك سواء، لا يكون يوم الصيام ويوم الفطر سواء. وقال أيضا: إذا صمت فليصم سمعك وليصم بصرك وليصم لسانك. هذه حقيقة الصيام. إذا لم يربينا الصيام ولم نفز في هذه المدرسة العظيمة لم نحقق الصيام. الصيام ليس هو إمساك عن المباحات، إمساك عن المحرمات، يعلمك كيف تمسك عن المحرمات. ولذلك ورد عن السلف الصالح رحمهم الله أنهم كانوا يقولون ماذا؟ يقولون: إذا صمنا نجلس في مساجدنا ونحفظ صيامنا. كانوا لا يذهبون يمينا وشمالا ولا يختلطون بالناس. إذا صمت لا تختلط، لا تكثر المخالطة مع الناس، ولا تكثر الحديث مع الناس ولو في المسجد، لا تكثر الحديث مع الناس، اشتغل بطاعة الله. الصيام تربية، الصيام يقربك من الله سبحانه وتعالى. الصيام يعودنا أيها الإخوة على الأخلاق الحميدة، كيف نتعامل مع الله سبحانه وتعالى، كيف يتعامل المسلم مع إخوانه المسلمين.